أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم في هذه السهرة المنوعة. في هذه السهرة نستضيف واحدة من أهم الشخصيات النسائية التي وقفت على خشبة المسرح. هذه الفنانة وقفت ما يزيد على 70 عام على خشبة المسرح، وهي تعتبر أم المسرح ورائدة من رواد مسرح رمسيس. ضيفتي هي الفنانة القديرة الكبيرة ماما أمينة، أمينة رزق. مدام أمينة، أهلا بك في الكويت ونحن سعداء بوجودك بيننا. أهلا أهلا وسهلا بك، وأيضا نقول مبروك على هذا التكريم، وإن كنت قد كرمت عدة مرات في مصر وفي العديد من البلاد العربية، وما جاء هذا التكريم إلا هو تتويج لرحلة طويلة من العمل الجاد المثمر في مجال المسرح وفي مجال الفن عامة. الحقيقة هذا التكريم هزني جدا، لأني شعرت بالفخر أولا لأن أنا حضرت البذرة الأولى في الكويت للحركة الفنية، حضرتها من بدايتها، فاليوم شعرت بالسعادة لا تتصوريها لما شفت الأشبال الجمال دول بيكرموا، والمهرجان كان على مستوى رفيع جدا. فسعدت جدا مش بس بتكريمي أنا، سعدت بتكريم الشباب الناهض اللي محب للفن، وخصوصا الفن المسرحي زي ما قلت حضرتك، اللي بيتطلب مجهود كبير. وهو الحقيقة الفن المسرحي بعتبره هو ملك الفنون، فسعدت جدا بالشباب الناهض وهم بيكرموا بينالوا الجوائز، والحمد لله نلني هذا التكريم، وكان تكريم كبير جدا لجهادي وكفاحي والحمد لله. مدام أمينة رزق، الحقيقة منذ وقوفك على خشبة المسرح لأداء دور فتى أعرج في مسرحية راسبوتين، وحتى وقوفك الآن في الكويت لأداء دورك المهم في مسرحية الأرنب الأسود، هذه المسيرة التي تقارب 70 عام، هذه الفترة منذ جاك في مسرحية راسبوتين وحتى الآن الأرنب الأسود في الكويت، ماذا تقولي عن مسيرتك في عالم المسرح؟ عمر طويل وكل جهاد وكفاح، وما هقول لك ايه، لم افطر في يوم من الايام عن الكفاح والجهاد في سبيل المسرح الراقي اللي انا اتمنى انه يعم جميع البلاد العربيه وينتشر انتشار عظيم جدا. انا فعلا مشواري طويل، بدات خطوه خطوه، او على راي المثل سلمه سلمه، من كومبارس الى دور فتى أعرج زي ما قلتي في مسرحية راسبوتين، إلى برضو أدوار تانية، برضو صبيان ديفيد كوبرفيلد، الولدان الشريدان، جاك الصغير، بالياتشو، كل دي كانت أدوار صبيان لأنها كانت تليق في سني في ذاك الوقت. بعد ذلك لما نضجت مثلت برضو دور فتى اللي هو النسر الصغير ابن نابليون بونابرت، برضو ده كان برضو دور طفل، دور فتى. بعد ذلك تدرجت طبعا أدوار الفتيات،
ثم الزوجات، ثم الأمهات، ثم الجدات، ثم الحموات. فحاليا الحمد لله بمثل ألوان طبعا اللي أصبحت تليق بسني. مدام أمينة، منذ 60 عام ويزيد وقفت على خشبة المسرح، هذه الوقفة الطويلة، كيف الآن تنظري لعالم المسرح بعد أن اختفت تلك الأعمال المهمة التي رافقتيها منذ بدايات مسرح رمسيس؟ والله يأسفني إن أقول لك إن المسرح انتقل انتقالة كبيرة جدا بالنسبة للماضي وللحاضر. بالنسبة لظروف قاسية، الحروب، الحالة الاقتصادية، فأصبح اللون اللي بيقدم حاليا لون ترفيهي أكتر منه عظة وإرشاد وتوجيه زي ما كان التوجيه في الماضي. يعني دي نقلة كبيرة جدا. أنا بعتبر إن الماضي له كان رونق بالفن الرفيع، مسرحيات عالمية، مسرحيات تاريخية، مسرحيات شعرية باللغة العربية الفصحى، كل ده، وبرضو لكبار الكتاب الأدباء اللي كانوا موجودين، برضو المسرحيات الاجتماعية المصرية، فكل ده كانت نهضة، نهضة كبيرة جدا. دلوقتي حصل ركود شوية بالنسبة للتلفزيون. التلفزيون دلوقتي أصبح مسيطر على كل الحركة الفنية، سواء مسرحية أو سواء سينمائية، لأن التلفزيون تغلغل في جميع الأماكن، في المقاهي، في الشوارع، في البيوت، فأصبح المتفرج زي ما تقولي كسلان انه يبذل مجهود ويذهب الى المسرح او السينما. فالحكايه حصل فيها ركود بالنسبه للتلفزيون. التلفزيون بيجيب له كل شيء وهو قاعد في مكانه مرتاح، لا بيصرف ثمن تذكره غاليه او بيتكبد مثلا عناء المواصلات، كل ده في التلفزيون موفره له. فمن هنا الحركة الفنية بالنسبة للمسرح والسينما أصبحت للأسف أقل بكثير من الماضي اللي هو كان الفن المسرحي مسيطر على كل شيء. لكن أنا بقول كنت ألف راجل وأعتاب الزمن طويل وأعلى ما بخير والجو، وحطوه يا حسين يا ابن الزنادق يا ابن الحديقة. إيه بتعيطي؟ عايزة تروحي ورا؟ شطور يا اخي، روحي ورا الفحل ابو شنبان. ايه انت عيب، اتفضلي روحي ورا ابو شنبات اللي مش قادر تسيبيه. لكن في عيب اذا حصل فيك حاجه كده ولا كده اوعي تفكري انك ترجعي لي تاني. لان ربنا يقبل عليك اليوم دي. روح اشوف الناس بتقول عليك ايه، هو البيت بهايم سنه. يوه في 60 ناحية ودي قاعده في بيتك بترامبك متسدده 24 ساعه. مدام امينه، كما نعلم بدايتك كانت مع مسرح رمسيس. في هذه الفتره مع البدايات ذهبتم في رحله الى امريكا، وبعدها كرستي بطلة لمسرح رمسيس. نود أن نتحدث عن رحلة أمريكا وتكريسك بطلة مطلقة لمسرح رمسيس. السفرية في ذات نفسها، يوسف بي الله يرحمه كان مجازف جدا ودائما يحب ينتقل إلى الجماهير، يعني مش بس في البلاد العربية أو أي أو كده، كان بينتقل حتى في الريف عندنا في القاهرة، برغم كان عدم وجود مسارح إلا أنه كان يجد حتة أرض فضاء ينصب فيها شادر من شوادر الأفراح دي اللي بالخيام والحاجات دي، وننشر مسرحياتنا هناك في الوجه القبلي ووجه البحري. وكمان مثلا ما يكتفيش بذلك، يروح في سنة
إلى فلسطين، واللي هي كان زمان بنسميها كلها الشام، اللي هي سوريا ولبنان اللي قسمت بعد ذلك، مرة إلى تونس، مرة إلى الجزائر، مرة إلى مراكش. وما كانش بقى، كان عنده طموح كبير قوي، قال إنه يقتحم البلاد الأمريكية دي الجنوبية أولا ثم الشمالية ثانيا. فالحقيقة هيأنا للغياب عن القاهرة لمدة عام، لأن احنا ننتقل من البرازيل والأرجنتين إلى أمريكا الشمالية. الحقيقة الرحلة دي كان فيها صعوبات كبيرة جدا ما كناش متوقعينها. كانت في البحر، ما كانش أيامها طيارات. إنما البداية كمان إن كان في صعوبة كبيرة جدا لدخول البرازيل والأرجنتين، كانوا بيعتقدوا إن الشعب المصري عنده ترخمة في عينيه، يعني لحمية، فممنوع إنه يخش أي مصري في عينيه ترخمة. الله والله. فكانت يعني دي أول عقبة، فيوسف وهبي حب يتعداها، فراح اتفق مع دكتور عمل لكل الفرقة عمليات، كل عمليات اللي عنده واللي ما عندوش يلا، راح عمل لكل الفرقة عمليات. بعد ذلك حاولنا بقى ان احنا نسافر، وتسافر في البحر زي ما حضرتك عارفة، لكن للأسف كان فيه اتنين من ممثلين هم في الفرقة مهمين جدا، اللي هو الأستاذ حسن البارودي وقاسم وجدي اللي هو مدير المسرح. فدول كان لسه آثار السلاح موجود، ما خدوش العلاج كما يجب، فمنعوهم في الميناء انهم يخشوا. مش ممكن الفرقة تسافر من غيرهم، لان دول اساس مدير المسرح، وفي الوقت نفسه حسن البارودي يحمي شخصية مهمة جدا لجميع الادوار. فالمهم عملنا كل الطرق وهربناهم، دخلوا كابينة، بعملوا نفسهم بيودعونا، ودخلوا كابينة في البتاع وقفلوا عليهم لغاية ما الباخرة مشيت. وهكذا قعدنا في البحر حوالي 23 يوم إلى أن وصلنا إلى أول ميناء اللي هي ريو دي جانيرو على حسب أعتقد. فيوسف وهبي باتصالاته باللاسلكي ومش عارفة إيه، ما عرفش باللاسلكي أو بأي إيه، المهم اتفق مع بوليس سري إنه يحاول تهربة الاثنين دول اللي احنا مخبينهم في المركب، إن يحاول تهربهم عن طريق بقى مش البحر، عن طريق السكة الحديد. ففعلا اتفق مع بوليس السر دي وهربهم في الميناء الأولى من الموانئ. فضل متوليهم طول الرحلة، اللي طبعا بفلوس، الفلوس بتعمل كل حاجة، وكان غيرنا أساميهم كمان. لكن من سوء الحظ احنا يا دوب وصلنا وما اشتغلناش غير 7 حفلات، وللأسف قامت ثورة في البرازيل، عايزين يشيلوا رئيس الجمهورية هناك. فطبعا حصل دوشة وبتاع، أصبح من الصعب جدا التمثيل في ذاك الوقت. فقلنا ننتقل إلى الأرجنتين، رحنا إلى الأرجنتين، حصلتنا الثورة إلى هناك. فالمهم سافرنا حوالي 3 أشهر في البحر، اشتغلنا بس فيهم 21 حفلة. فالحقيقة خسر خسارة كبيرة جدا فيها. وحب ياخدنا بقى إلى أمريكا الشمالية، طبعا إحنا كممثلين عظمنا طاري، قلنا له لا كفاية أول اللي شفناه لغاية هنا، مش عايزين نجازف معاك ونروح أي مكان آخر، كفاية تعالوا. قلنا له أبدا، حد يرفض يروح أمريكا الشمالية؟ قلنا له إحنا بنرفض، إحنا عندنا دكة عم عثمان البواب على المسرح في شارع عماد الدين أهون من البرازيل والأرجنتين وأمريكا الشمالية. فالمهم اللي خلانا بقى في الرحلة بتاعت أمريكا دي، السبب الرئيسي كان بطلة الفرقة في ذاك الوقت اسمها السيدة زينب صدقي، كانت هي البطلة، تمثل غتي الكاميرا مسرح رمسيس. بس كانت ارستقراطية جدا ومعتزة بنفسها قوي. يوسف وهبي قال ان يا جماعة الرحلة هتكلفنا كتير، فانا هسفر الفرقة سنة تالتة درجة تالتة ممتازة. هي الارستقراطية رفضت، قالت له ابدا انا ما سافرش في حاجة زي كده، كرامة لله شفاعة لله، ما رضيتش وراحت سايبة الفرقة
من غير بطلة للمسرح. فيعمل ايه يوسف وهبي؟ راح مفرق أدوارها علي أنا وزميلة اسمها فردوس حسن. أنا كان من نصيبي غادة الكاميليا وفردوس حسن، لأن كان مسرح عالمي معظم المسرحيات، وفردوس حسن توسكا. والمهم انتهت الرحلة بإن إيه، خلاص ما فشلت الرحلة ورجعنا إلى القاهرة. فلما رجعنا إلى القاهرة وهو كمان رجع بعدنا، كان عنده زي ما قلت في الميكروفون هناك في تختة زي تختة المدارس، لوحة يعلق فيها يعلق فيها التعليمات. ففوجئت بأنه بيكتب البطلة خلاص بتاعت مسرح رمسيس هي أمينة رزق. طبعا اترعبت لأن لسه أنا عظمي طري وفي ممثلات قبل مني وكبار. فحصل طبعا هرج ومرج. يوسف وهبي كان قوي وعزيم، عنده قوة عزيمة جامدة جدا، ما يهموش حد. قال لهم هو كده يعني ما فيش احتجاج، اللي عاوز يستنى على ان أمينة رزق هي البطلة خلاص. فرضخم وامام الامر الواقع. ولكن انا شخصيا كنت مرعوبة جدا ان انا اتحمل مسؤولية بطولة، بطولة مش هينة، بطلة مسرح رمسيس بكل أدواره ورواياته، دي كانت فجعة أليمة بالنسبة لي. إنما الحمد لله مرت بسلام وقدرت إن أنا. هل كانت تتوقع أمينة رزق تلك الطفلة القادمة من طنطا إلى القاهرة بصحبة ابنة خالتها أمينة محمد أن تكون وتصبح بطلة لمسرح رمسيس؟ أنا لا، لم يخطر على بالي أني حكون ممثلة في يوم من الأيام كبيرة أبدا. أنا دخلت المسرح لأن بحبه، لكن ما يخطرش كان في بالي أن أنا هصبح في يوم وليلة بطلة لمسرح رمسيس، مش ممكن. بس عايزة أقول لحضرتك أن زي ما خدت المشوار سلمة سلمة، فده زي البيت المؤسس، زي اللي فيها أساس، فسلمة سلمة، ما خدتش النجومية مرة واحدة طفرة واحدة زي ما بيحصل في الأيام دي. الأيام دي لما واحد يمثل دورين ثلاثة خلاص بقى نجم. أعتقد يجب أن يمر بمراحل، الخطوة خطوة دي بتثقل الفنان بصراحة، يعني من كلمة إلى كلمتين إلى دور أكبر إلى بتاع، فده برضه بيدي أساس. فلما جيت للبطولة الحمد لله كان الأساس موجود. بعد ذلك بقى جت السينما، دخلت السينما. علي ماما صباح الخير. الساعة 8 يا رب. يا خبر أنا اتأخرت خالص. اغسلي وشك قبل. غسلت امتى؟ طب امدغي يا وام امدغي، لما كنتش صحيك انا كل يوم بنفسي مفيش فايده، لازم طبلي بلدي عشان يصحيكي. انت لسه بتاكلي؟ ايوه ده خلاصي بلاش رغي. خلاص اهو. انا مش فاهمه ايه اللي انتقل دماغك بالشكل ده. كانت سهرانه يا حبه عيني. هتقولي لي في المذاكره اظن. ايوه يا ماما، الامتحان قرب وحضرتك عارفه الدروس صعبه قوي. فردت الشراب بالمقلوب. معلش يا ماما، هي الثانية أخرى بالمقلوب. اعدلي الاثنين بلا جلع فارغ. حاضر. اخرج. اسكت يا بوبي اسكت. ما بلاش في يونكات يا دادا. اربطي في يونكات. يا ماما بقى أنا كبرت على في يونكات دي. البنات تفضل في يونكات لغاية ما تتجوز، فاهمة؟ يلا. مع السلامة يا بنتي، خلي بالك من نفسك. يا صباح النور. عليا افندي يا ماما. ما نسيتيش حاجه؟ لا ابدا. امال ايه دول؟ كتب. مدام امينه، نلاحظ انك منذ بدات مع مسرح رمسيس لم تغيري مكانك او موقعك الى فرقه اخرى، مع العلم ان كان هناك فرقه اولاد عكاشه وفرقه عبد الرحمن رشدي وفرقه جورج ابيض، وكان العديد من الفنانين يتنقلون من فرقة إلى فرقة.
إلا أمينة رزق بقيت محافظة على موقعها ضمن فرقة مسرح رمسيس. أولا زي ما قلت لحضرتك أني أنا دخلت خام، واللون اللي بيقدمه يوسف وهبي مختلف كل الاختلاف عن الفرق الأخرى، فرقة علي الكسار أو فرقة عكاشة أو فرقة نجيب الريحاني الله يرحمهم جميعا، كلها كانت مسرحيات أوبريت يتخللها الأغاني الغناء. المسرح الوحيد الذي كان الدراما 100% مسرح عالمي، مسرح عربي، مسرح باللغة العربية الفصحى، هو المسرح الدرامي أو الميلو درامي كمان، هو الوحيد كان يوسف وهبي. قبل منه كان في فرقة جورج أبيض، لكن أنا ما حضرتش فرقة جورج أبيض، وكان في فرقة عبد الرحمن رشدي المحامي برضو ما حضرتهاش. أنا أول حضوري ومشاهدتي هي فرقة رمسيس، وما فيش غيرها اللي هي بتقدم هذا اللون، فانطبعت باللون اللي هو بيقدمه. خلاص الخامة اللي يوسف يعني وهبي يعني تقولبت في قالب الدراما. وأنا استعدادي كمان هو ذات نفسه استعداد درامي، فمع الأدوار الكثيرة اللي خدتها والفواجع الأليمة وكلها، فأصبحت خلاص انطبعت بيها لدرجة إن المشاهدين كانوا لما يعرفوا إن أمينة رزق في مسرحية من المسرحيات يجوا يحضرهم على طول، قبل ما يقعدهم يحضروا المناديل علشان البوكة، عارفين نفسهم حيابكم حيابكم. فدي الحاجة الوحيدة اللي انطبعت بيها. بعد المشوار الطويل في عالم المسرح جاءت النقلة إلى عالم السينما، وكان أيضا مع يوسف وهبي وفيلم أولاد الذوات. السينما الحقيقة يوسف وهبي فعلا أراد أن يخش حكاية السينما دي لما ابتدأت تزدهر يعني، فكان عنده مسرحية اسمها أولاد الذوات. المسرحية دي نجحت نجاح كبير، وكانت بتمثلها على المسرح ضيفة عندنا جميلة جدا طبعا، بعد كده كان بقى لها شأن كبير، وهي المرحومة السيدة عزيزة أمير. فكانت ضيفة على مسرح رمسيس، عملت المسرحية دي قعدت فترة، وبعدين أنا رجعت حليت محلها تاني، فالمسرحية نجحت نجاح كبير، فأراد يوسف وهبي إنها ينتجها سينمائيا. كانت بدأت تنتشر لسه، بس مش على واسع، لا يعني بشكل محدود. ففعلا جاب الأستاذ محمد كريم صاحبه، كان بيدرس في ألمانيا فقال له تعالى اخرج المسرحية دي، لكن ما كانش فيه المعدات بتاع الناطق الكلام اللي يعني، كانت المعدات اللي موجودة في مصر كلها للأفلام الصامتة، ما كانش فيه الأفلام الناطقة. فالمهم محمد كريم اختار البطلة السيدة بهيجة حافظ. بهيجة حافظ إنها تمثل الدور، لا اختارني أنا ولا اختار عزيزة أمير، وسافرهم إلى باريس عشان يمثلوا الجزء الناطق هناك. لكن ما اعرفش بقى الحقيقه دي قصه بقى بالنسبه لي مجهوله، ما اعرفش ايه اللي حصل ما بينهم. ففوجئت بانه بعت لي وقول لي احضري حالا على اول مركب علشان هتمثلي الدور. فادي القصه اللي بتاعت كانت بدايه السينما فسافرت الى باريس وعملت الدور بتاعي، لقيتهم منتظريني على حرم الجمر حاطين مشاهدي انا فقط. مثلت كل الفيلم في 4 ايام، وبعيني كمان مثلته في حاله سيئه جدا، لان انتقال الجو والهواء والبتاع ده كله، لا بقى عندي نزله شعبيه برد جامد، فمثلته وانا في حاله فظيعه، لدرجه ان المخرج قال لي لما تجيلك الكحه في اثناء التمثيل بيقولي ايه البخور ده ايه الدخان ده. فبدأت مرحلة أولاد الذوات. بعد ذلك عمل ساعة التنفيذ، الدفاع، المجد الخالد، 4 أفلام كانوا إنتاجه وأنا البطلة فيه. حبت الشركات
اللي كانت موجودة في ذاك الوقت إنها تستعيرني مرضيش يوسف وهبي أبدا. مدام أمينة، لك دور الحقيقة في السينما لا ينسى، ويعتبر علامة مهمة في تاريخ السينما، وقد حصلت عليه جوائز كثيرة، وخاصة دورك المهم في أريد حلا. هذا الدور أنا شخصيا عندما أشاهد هذا الفيلم أو أشاهد هذا الدور أجد أنه يعني يطرح أمامي عدة تساؤلات في قضية المرأة وحياة المرأة، وخاصة عندما تتزوج وهي لا تعمل ولا تنجب ويتخلى عنها الزوج. ما هو الحقيقة دلوقتي هذه القصة هي السبب في تغيير البرنامج بتاع الأحوال الشخصية في القاهرة. دلوقتي بيدرسهم الأحوال الشخصية بسبب هذه الحالة، لأن الحالة دي منتشرة في معظم المجتمع. وفعلا المرأة اللي ضحت من عمرها 40 سنة بس للأسف ما خلفتش، وبعدين يجي زوجها بعد 40 سنة يروح يتزوج واحدة صغيرة وبعدين يرميها من غير أي عائل. الحقيقة من حق الرجل أن يتزوج، ولكن أيضا من حق المرأة عليه أن يقوم برعايتها. لا، ما هو من هنا النقطة دي بالذات. أولا الفيلم ده أنا خدت عليه جائزتين رغم أنه مشهد واحد يعني صغير، فمما يدل على أن مش بالكبر الدور أو صغره، دليل على أنه بيقول حاجة. فدي الخطة بتاعتي أنا شخصيا، سواء مسرحية أو سينمائية أو تلفزيونية، أما بيبعتوا لي السيناريوهات أنا أنبش على الكلمة دي هتقول كلمة مفيدة ولا لا، ما يهمنيش إذا كان الدور كبير أو صغير، لكن المهم إنه بيقول حاجة. فالدور ده رغم صغره لكن كان بيقول حاجة، وهو السبب فعلا في تغير الحالة الشخصية اللي دلوقتي بيقول لك اخلعي. مسيتك بالخير يا ريس. مساء الخير سيادة الرئيس. احنا فتشنا. روح انت يا فهيم. عارفه انك مشغول وما ريتش اخد من وقتك كتير. رحت لك الاسماعيليه قالوا لي انك رحت اسكندريه، رحت لك الاسكندريه قالوا لي نزل مصر، وانا عندي ليك كلمتين. شوف يا ولدي، انا صعيديه زيك ولابد انك تفهمني زي ما انا فاهماك. يا امي صعبه انا وقاعد وانت واقفه. ومامته قافلك يا ولدي، ده انت مكانك عالي. اتفضل. كيفك يا ضناي يا ابني الغاليه؟ امك الله يرحمها ولدي مصطفى وكلتهم في بني مر، قلت لهم لازم انا اشوف جمال ولد عبد الناصر. ابوك عم يقول ولدي جمال ولدي جمال. انت ولدنا كلنا، فرحنا لك يا ابن الغالية. أنا مش هطول عليك، الحكاية زي ما قلت لك بقالها 100 سنة أو أقل شوي، أنا لا حضرتها ولا أبوي، لكن بتضحك بدارنا كل يوم لما شفناها قدامنا زي ما بنشوف أولادنا. الحكاية يا ولدي إن جدي الكبير قرن الكحال خدوه في الصخرة، ويا مناس خدوهم في الصخرة، قالوا انهم خدوه يحفر ترعة حدا بلاد الشام، لكن لما تنورنا عرفنا انها قناة السويس. كانوا واخدين من شباب البلد عرفات، واحد منهم رجع لوحديه من كل الشباب اللي راح، ورجع لنا التوب ده، قال انه مات في حفر الجنال، مات قتيل، لكن طاروا مع مين؟ لا حكومة تنفع ولا قانون، مسنين طار سنة ورا سنة وولد بعد أب، والحكاية بدل ما تصغر تكبر. بعدين سمعتك في الراديو قلت الله يا أم مصطفى، فاللي عملوا جمال ده خد الطار ليكي والألوف زيك، جدودهم ماتوا في الحفر ودمهم جري في الجنال قبل ما تجري المي. قلت أبرد قلبي وقلبك وأعطيك التوب ده، أنت أحق واحد. قلت مصطفى بيع حياتك وحياتك الباقية يا ولدي،
ربنا معاك. طول عمرنا نشاهد لأمينة رزق أدوار تراجيدية، بل هي ميلو دراما إغراق في التراجيديا، ولكن شاهدنا لك في مسرحية حقا إنها عائلة محترمة دور كوميدي من الكوميديا الراقية. كيف اقتنعتي بأنك تمثلي دور كوميدي؟ والله ذلك كان صدفة غريبة أوي، ما كانش فيه له تمهيد أبدا. أنا كنت بمثل في استوديو مصر، وكانت الفنانة القديرة شكار بتمثل في برضو في الاستوديو هناك، فتقبلنا سلمنا على بعض كزملاء وبتاع. فبعدين شكار هي خفيفة أوي كده، قالت لي يا أختي إمتى هنلتقي مع بعض؟ قلت لها إن شاء الله، يعني حديث عابر. وإذا بي بعد أسبوع أفاجأ بأن فؤاد المهندس والمدير بتاع فرقة الفنانين المتحدين بيكلموني بيقولوا عايزينك. خير؟ قال أنت مش قابلتي الشكار واتفقتي على أنك هتقدري تتلاقي معانا؟ قلت له أيوة، ده كان كلام عابر. قال لا، هيكون واقعي وتمثلي معانا. فأنا فوجئت بأن الأبطال كلهم كوميديان، أكبر كوميديان في مصر. قلت لهم أنا مش ممكن، أنا مشهور عني أن دراما والناس بتطلع المناديل مقدما، فإزاي أمثل مع أبطال الكوميديا هخسر لكم شغلكم؟ قال مالكيش دعوة، الدور متزمتة، حما متزمتة، والدور لا يقلك ولا فيه شي خروج، وهو برضو يعتبر دراما. قريت الفصل الأولاني والتاني لقيته كويس، ما فيهش خروج يعني. قلت لهم طيب، لكن طيب وانا برضو مرعوبه، يا ترى هعمل ايه في وسطهم دول؟ فين الفصل الثالث؟ قالوا لي لسه بيتكتب. قبل الافتتاح ب 15 يوم فوجئت بالفصل الثالث، وفيه بقى الخروج بقى، لما قابلت خطيبها الاولاني ورجعت حنت للحب تاني، ورجعت لبست الباروكه الصفراء والفستان الاحمر. ايه يا جماعه؟ لا شويه تفاريح بقى. فالحقيقه قبل الافتتاح بثلاث ايام مرضت من الجبن والخوف، يا ترى الجمهور هيعمل معايا ايه؟ لانه اتعود على الدراما، مش ممكن هيتصورني او يتقبلني في لون زي ده. بس الحمد لله. الحقيقه هو من الادوار المميزه، ويعتبر يعني من الادوار البارزه في تاريخ الكوميديا في المسرح والسينما العربية. ايه رأيك بقى ان الجمهور دلوقتي حاليا نسي ماضية الدرامي كله، ومسك لي بس انها حق عائلة محترم، لدرجة ان كان الاول المنتجين والمخرجين لما يلاقوا ملحوظة تبكي، ملحوظة تبكي هاتوا أمينة رزق، وكانوا يخافوا يقدموا ناحيتي الناحية اذا كان الدور فيه كوميدي شوية. دلوقتي اما فيه كوميدي بيدوروا عليا. ظهرت على امتداد المسيرة الفنية والحركة الفنية هناك بعض المحاولات من فنانين في عملية الإنتاج. هناك من ينتج كي يخدم نفسه من خلال دور يريد أن يؤديه، ولا تواتيه الفرصة أن يؤديه من إنتاج الآخرين. أمينة رزق كانت فنانة ومطلوبة وهي نجمة، ولكن مع هذا حاولت أن تدخل تجربة الإنتاج، وكان لها قبلة في لبنان وفيلم آخر. كيف كانت هذه التجربة ولماذا لم تستمر؟ والله ده حكاية الإنتاج دي جات صدفة. في ذاك الوقت كان بعض التجار دخلوا المهنة عشان ينتجوا أفلام رخيصة. ففي يوم إحنا كنا قاعدين الأستاذ المرحوم أحمد بدرخان وعبد النصر المصور الكبير المصورين وحلمي رفلة، كنا قاعدين في استوديو توجا مزراحي بنخرج فيلم، بيخرجوا فيلم للمنتج ده. فقلنا يا جماعة، قعدنا نتكلم على ابتداء السينما الهابطة بقى اللي هتخش والبتاع، فقلنا ليه إحنا ما نتكاتفش ككتلة فنية، مخرج وكبير مصورين وممثلة، وحلمي رفلة كان أيامها مكيور كويس، ليه ما نتكاتفش وننتج أفلام لها قيمة؟ جات الفكرة من هنا، قلنا يلا نكون شركة ونسميها الفنانين المتحدين، اللي هم دلوقتي سمير خفاجة.
ففعلا دفعنا كل واحد 2000 جنيه ايامها، كان الايام مبلغ يعني مبلغ. وكونا الشركه وسجلناها، وكان ايامها الشريط الخام ما تقدريش تشريه من السوق، كان دائما الشريط الخام يجي عن طريق الوزاره، والوزاره هي اللي توزعه على الشركات اللي موجوده، بحيث ان كل واحد ياخد حصه، ما يحصلش تنافس ولا حاجه زي كده. وكان ايه، كان العلبه النيجاتيف 300 متر ب 6 جنيه، لا ب 8 جنيه، والبوزيتيف ب 6 جنيه. المهم فانا رحت قابلت الوزير وحكيت له على موقفنا ان احنا هنعمل كذا، انبسط جدا وقال يا سلام، اهو كده الفنانين لما يخشوا في مضمار الانتاج ده هيبقى الحاجه مشرفه. فقال حطيكوا حصه على طول كده. على طول كده، ما كانوش زملائي بقى مصدقين الحكايه، فرحنا كلنا لان فاهمين بقى ان حصتنا هتيجي بعد فتره. لكن لما ادانا الحصه في ساعتها اتشجعنا جدا، وكان على طول بحثنا عن قصه كانت مقدمه في المسرح القومي، كوميدي شويه، وقلنا مين بطل مين بطل. قالوا فيه واحد مطرب في طنطا اسمه فوزي الحو، اللي هو محمد فوزي نعم. احنا اللي قدمناه. نعم. فبعتنا جبناه واتفقنا على ان هو يكون البطل وانا البطله طبعا، وقلنا له بس شيل الحو دي خليها محمد فوزي، فوافق وكان ظريف جدا وبتاع ومتعاون، وخدنا بعضنا وسافرنا. كان القصه عباره عن قبله في لبنان، اسم القصه. وسافرنا على لبنان علشان نصور المناظر الخارجيه هناك. فروحنا هناك، للاسف الله يرحمه بقى عبد النصر كان عنيد جدا ودماغه دي صلبه خالص، ولا يمكن يتقبل اي نصيحه او اي ارشاد من حد، مش ممكن. يدوب عملنا مشهدين ثلاثه كده وقال خلاص خلاص، ايه الشريط خلص. ليه جبت قد ايه معاه؟ هو المسؤول عن ما جايب الشريط. قال جبت بابويا انا واحده. اتجننت انا، قلت له تطلع من مصر الى لبنان بابويا واحده؟ ده احنا لما بنروح خارجي في مصر بنجيب بناخد اثنين وثلاثة، انت تيجي علشان المشوار ده كله وتجيب بينا واحدة؟ قال اهو كده كفاية كده. لا، قلت له لا مش كفاية، ما خدناش حاجة، يا دوب كده ما ماشيين كده وبتاع، مش ممكن. فالنهاية تعبت في الحكاية دي ندور على الشريط، كان ايامها الانجليز مهيمنين على فلسطين. نزلت على الجيش الانجليزي سالتهم اذا كان عندهم شريط وبتاع، قالوا لا ما فيش. عرفت ان في هناك واحد اسمه جوز ناديه العريس، مش عارفه نسيت اسمه ايه، انه كان حينتج فيلم وان الشريط لسه ما بطل معانا. فلجأت له، كان في حلب، ضربت له تليفون، الراجل مشكورا جاب الفيلم، وقلت له اتفضل ادي الفيلم. يا دوب بيصور راحت ماكينه التصوير واقعه من ايده، قال يلا ننزل مصر. قال قلت له هو كل كلمه ننزل مصر ننزل مصر؟ قال خلاص الماكينه خسر. قلت له نأجر ماكينه ثانيه. ونزلت بيروت، كنا بدهار الشوير، نزلت بيروت جبت واحد بالكاميرا بتاعته. حاجه كانت صعوبات يعني، وجدت صعوبات فظيعه مع الله يرحمه. نزلنا مصر، بس انا بقى معبيه مش ممكن. فقلت لهم يا جماعة اللي حصل كذا كذا في بيروت ولبنان، فإيه الحل يعني؟ ده مش طريقة دي. قال أنا كده، وإذا كنت هتفضلي تنزعي وتنخشي ما أنا ما. قلت له لا، ولا أنت تنسحب ولا حاجة، أنا اللي أنسحب، أنا هستغنى عن التصوير الخارجي ده اللي كان موجود اللي عملناه، وأجره واحدة تانية بطل. ففعلا راحوا جايبين مديحة يسري حلت مكاني، بس استغنينا عن المناظر بقى الخارجية اللي كانت بيه. فالمهم خدت حصتي وانسحبت، قلت أنا بقى أعمل شركة لوحدي. فروحت للوزير، الظهر كان اتغير، إنما رحت له وحكيت له الحكاية، قلت له أنا حق. قال لي يا سلام، ما كنتيش أنت تنتجي، مين حينتج؟
وطلعت من عنده منفوخة من المرعى اللي مرحها لي دي. رحت على طول أجرت الاستوديو ورحت اتفقت مع الممثلين عضتهم عربون وبتاع ورحت للوزير ادينا الحصة استني الحصة الجاية استني الحصة الجاية استني الحصة الجاية لغاية ما قربت أخش الاستوديو فاضل 15 يوم مع إن اديت لنفسي مهلة 6 أشهر فاضل 15 يوم وما خدتش الشريط وكان أيامها اللي الناس اللي تعمل الفيلم بتاعها من السوق السوداء يحكموه لأن يعتبر إن الشريط ده مسروق مخالف للقوانين ومسروق فقبلها ب 15 يوم رحت قال لهم ما تدخلوهاش ما تدخلونيش اتجننت ما يدخلونيش ده انا هتخرب الاستوديو لازم يدفع كامل وبتاع فانا بصراحه بقى الشباب بقى سلاح الشباب اللي موجود والنجوميه والحاجات دي كلها رحت زق المدير بتاع المكتب بتاعه ورحت داخله له فاتفاجئ بيا قلت له انت يعني بصراحه حصل نقاش ما بينه قلت له انت انسان ظالم قال لي قلت له انك هتخربني لانك وعدتني انك هتديني الشريط وبتتخلى عني دلوقتي انت قاعد على الكرسي ده عشان تحكم بالعدل اعمل مباراه للقصه واللي قصته افضل اديها اديله شريط قال لي لا انا حر ما ادي للي يعجبني قلت له بكده طيب انا باذن الله تعالى هعمل الفيلم بتاعي بس هعمله من السوق السوداء وبقى تعالى حاكمني بعدها يوه اللي عمله بقى كنت ايامها بقى بطله في مسرح القومي ارفدوها من المسرح القومي دي هجمت عليا وشتمتني ده قلت لهم دي صغرانه ايه يعني حد اختلفنا في طريق تاني انما الطريق ده اتفضلوا ادي استقالتي كان ايامها الله يرحمه احمد حسنين باشا رائد فاروق اللي كان مربي فاروق ومروه كان ايامها يعني فيه ود ما بين الفنانين وكل متعب فاذا به يضرب لي في التليفون ويقول لي يا امينه ايه اللي عملتيه ده تقدمي استقالتك وتشتمي الوزير وكمان انا لازم اصلحكم على بعض فالمهي قلت له زي بعض بس هو تخلى عني وبتاع قال لا انت بكره هبعت معاكي وزير الزراعه تروح هناك تصطلحهم ويديك الشريط طيب رحت هناك فعلا قابلني الوزير اهلا باللي ما نيمتنيش انا ما نمتش من هجومك على بكش اياه ده يا ستي ما تزعليش انا عندي هنا في الوزاره نص شريط يعني نص فيلم نص الكمية خديها ابتدئي بيها وربنا يسهل قلت له حال قال لي تعالي يوم الخميس خدي قلت له متشكرة جدا خلاص صافية لبن رحت يوم الخميس قال لهم ما تدخلوهاش تاني الله مش النهاردة موعد الناس استلم الشريط قال لا اللي حصل ان جه توصية من السرايا لعزيز عثمان ياخد هو الحصه بتاعتي شوفي بقى الماساه اعمل ايه خلاص لا قادره اقابله ولا قادره اقول له انت عملت حاجه ولا حاجه خدت بعضي ورحت وقعدت في الاستوديو خلاص جه معاد الاستوديو فمدير الاستوديو قال لي مالك اللي هو كان توجو مزراحي قال لي مالك قلت له حاصل ما عنديش شريط يا توجو هبتدي ازاي قال لي ولا تزعلي فيه ناس بيجيبوا شريط من السوق السوداء استغني شوية عن المادة وابتدي بشغلك ففعلا حصل اتفق لي مع الجماعة اللي بيسرقوا الشرايط دي وابتدأت اشتغل بس ايه على حرب عصاب النهاردة ما فيش خلص الشريط نقعد نستنى نحط ايدنا على خدنا لغاية ما يسرقوا ويوفر ابو بين ونبقى حق شوفي الويل لما خلاص بقى قلت لا الحمد لله لغاية كده كملت الشريط بصعوبة جدا وطبعا بالطريقة عالضيق قوي لان ما فيش شريط يعني نصور وما احناش عارفين ولا ما نعرفش التصوير طلع صح ولا لا لان ما فيش بوزيتيف عشان نطبع نعرف قبل ما نهد الديكور يعني بصراحة كان حرب أعصاب بالنسبة لي عجزت فيها 10 سنين
قلت توبه انا فنانه ودرجه اولى وكفايه عليا كده. انا حجاني من البنت دي. عليا دي امور. اسكت يا عزيزي مغلباني. الود وديها انها تشيل الفيونكات وتسيب المدرسه كمان. ما هي ما شاء الله بقت عروسه. كنت اتمنى ابوها يكون موجود ويشيل حملها عني. يا ستي ما هي بكره هتتجوز. الست الوحدانيه تعيش تعبانه طول عمرها. فعلا. وهي ولا همها بتتدلى على حسك. هتيجي الحفله مش كده؟ مش ممكن، يستحيل. ليه يا سنيه هاني؟ كفايه دلع بقى. انا اقصدك انت. انا هو انا بتاعت حفلات دي فرصه تفرجي فيها عن نفسك. إيه انا هفوت بالليل نروح سوا بالعربيه. طيب اتفضلي، ادي شيك ب 200 جنيه تحت الحساب. حساب ايه يا عزيز؟ ما انا واخده منك ايجار الارض الشهر اللي فات. يا ستي من ايجار السنه الجايه. انا عارف ان عندك مصروف كتير. ايجار 50 فدان يعملوا لك ايه؟ عن اذنك بقى. الله، مش هتتغدى معانا؟ معلش نتعشى سوا قبل ما اروح الحفله. طب مع السلامه. مدام أمينة، نعلم بأنك أول فنانة تدخل عضو في مجلس الشورى، نتحدث عن هذه التجربة وكيف وجدتيها بالنسبة لك. والله باختصار أنا ما كنتش متوقعة أبدا في يوم من الأيام أننا أكون في مجلس الشورى، إنما فوجئت في يوم من الأيام بتليفون بيقولوا لي كلمي الرئاسة. ليه؟ حاجة تخض. ففوجئت، بيقول لي انا حسني مبارك. ايه ده، حسني الرئيس؟ قال لي اه. الرئيس بنفسه؟ قلت له. قال لي اه. قلت له ايه، انا اترعبت. فالمهم قال لي ايه رايك في مجلس الشورى؟ قلت له ماله، ما عنديش فكره. قال لي انا عينتك هناك. انا ليه يا رئيس؟ انا اترعبت، انا هعرف اتكلم؟ قال لي يا امينه، هو محمد عبد الوهاب كان بيتكلم، هتتكلمي وهتتكلمي كده. ألف مبروك، أنا خلاص عينتك. أعتقد كملتي دورة محمد عبد الوهاب. فكانت مفاجأة فظيعة، مش ممكن، ما أقدرش أتخيلها ولا أتصورها. فالمهم رحت هناك وقالوا لي اتفضلي احلفي اليمين. أنا بعمل كده، أحلف اليمين كمان قدام كل النواب، وحاجة صعبة أوي. مسكت الورقة ولبست النظارة وقريتها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للجمهورية ولمش عارفة إيه وللفن. جات منين الفن دي؟ ما عرفهاش أبدا، إنما طلعت لوحدها، أنا ما حسيتش بيها. فالمهم جه نائب تاني قال لي يا مينة أنت تعيد الفن، تعيد القسم. ليه؟ قال لي أنت قلت الفن وده مش معقول. فقلت له طيب لما تخلص الجلسة أبقى زي العادة في التلفزيون أتفق مع المخرجين مع المصورين وخلاص ونعيد القسم أكون هديت. قال لي أبدا، لازم يكون في وسط الكاميرا. بلغني بقى أن قالوا الرئيس ضحك، قال لهم عشان الفن متغلغل في قلبه. بس في الأول كنت أكني في سنة روضة، عارفة روضة؟ اترعش واترعب اكني بمثل دور لاول مره، ومش لاول مره كمان، كاني في بدايتي التمثيليه كمان لما كنت افضل اترعش. بس لكن تدريجيا مع مرور الوقت لاحظت بقى ايه المواضيع اللي اقدر اتكلم فيها. اما بتيجي كانت مواضيع اجتماعيه تخص الشعب، الحاجات زي كده، لقيت نفسي رغم اضطرابي الفظيع بقوم اتكلم. فاتكلمت بقى في شوية حاجات كده، تدريجيا اتعودت، لكن مش بكم. يعني مثلا حاجة ما فهمش فيها، الصناعة هتكلم اقول ايه، الزراعة هفهم اتكلم فيها ايه، كلها خصصت للحاجات الاجتماعية اللي تخص الشعب، وخصوصا بقى نشاطي خارج المجلس. عارفة كان دائما الخدمات اللي هي كان يلجأ إلي الشعب فيها عشان أقدر أخدمه فيها، فبقيت أعملها. خدت المدة بتاعت الله يرحمه عبد الوهاب حوالي سنة ونص، وبعدين جددوا لي بقى مدتي أنا الأصلية 6 سنوات. بس خرجت بقى السنة دي وحلت مكاني السيدة مديحة يسري. بس أنا الشرف ليا والفن وللفنانين إن أنا كنت أول فنانة تدخل مجلس الشورى.
مدام أمينة، في نهاية هذا اللقاء الذي استمتعنا به طويلا وكثيرا، شكرا لحضورك وشكرا لتواجدك بيننا وشكرا لهذا الجهد الرائع الذي تبذليه، ونتمنى لك المزيد من الصحة كي نراك دائما واقفة صلبة على خشبة المسرح. تحياتنا وتحيات الجمهور للفنانة القديرة أمينة رزق. وأنا متشكرة جدا وبأقدم شكري وامتناني على هذا التكريم والحفاوة اللي رأيتها من الإخواننا الكويتيين، ونتمنى الإزهار دائما للفن، وإن شاء الله كده ربنا يدينا الصحة ونحضر المهرجان الخامس إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه السهرة نشكركم على حسن الإنصات وعلى حسن المتابعة، وإلى اللقاء.